أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تآويل على مهل يدور بي الدوار، ويخلعني القميص المستعار، لأن المتعب الصوفي مني يحير قبلتيه ولا يحار. أطيع النفرية أسد بابي فيدخل من شبابيك الغبار، وأترك ما تيسر من ظلالي معلقة ليقرأها الجدار. أحاول أن أرمم سور ليلي لأسهره، فيهدمه النهار كآخر سندبادي عتيق يراودها فتلفظه البحار. تمر أمامه الطرقات عجلا كما يرتاح من سفر قطار. فيا وحدي كأني صرت وحدي، كأن الذاهبين معي استداروا. تيمنت الطريق أجر عمري، وبي من أحمر الدنيا يسار. حملت بجيب قافيتي سؤالي، وأنثى كان ألفها البهار. وبي وجعان لي وطن مسجى تجيره، وبي وجعان لي وطن مسجى على سراقه كأس تدار. وآخر من دم النكبات يسقي، تجيره الكؤوس ولا يجار. ولي بين القميص وبين جلدي تآويل وأوجاع كثار، ودمعات الشبابيك الصبايا، ومفتاح بكت منفاه دار. فماذا بعد والكلمات قتلى، وقيل تصبر قيل انتحار. وماذا بعد أن هربت سماء بأزرقها وعطلت العشار؟ وماذا بعد والأشجار تمشي لآخرها، وما صدقت ثمار؟ وماذا حين ذئب الموت يعوي ليوقظها ولم تصح الديار؟ فشكرا للمجازات اللواتي يخثرهن في المعنى اختصار، وشكرا للبكاء الطفل، شكرا لأسماء تثير ولا تثار، وشكرا للكلام المر مرت سلالات وسكرنا مرار. وشكرا أيها النفقي، وافى بلادا كاد يثقبها التتار. ستسقط ذات بئر شهرزاد، ويسقط فوقها الزمن البخار. ستسقط ذات بئر شهرزاد، ويسقط فوقها الزمن البخار. وسوف يجيء من سبأ بيان، ومن دمه سيصحو شهريار. وللوثني حيث الصمت أشهى سترجع هذه اللغة البوار. وسوف كما تربى الزار فينا يقام على سبيل الحزن زار. وسوف تعد عدتها ثقيف
وسوف يفوح من ذبيان ثاروا فثق بالنهر حين يجف زهدا وثق بالنار حين تنوس نار وصل على الضياع فقد رفعنا أذان التيه وانسدل الستار. بعد هذه الجولة في رحاب القصيدة الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. مساء الخير، معكم الأديبة الدكتورة رانيا خليل أبو عليان، معكم اليوم لأحدثكم عن كتابي الجديد حكايتي. حكايتي هو تأريخ لسيرتي الذاتية، صدر عن دار يافا هذا العام. طبعا كتبت فيه بعض التفاصيل عن حياتي بدءا من طفولتي المبكرة في سنوات الدراسة الابتدائية إلى أن وصلت الآن لهذا العمر. كتبت في تقديم حكايتي فقلت: ونحن الأصدق والأقرب حين نتحدث عن أنفسنا، هنالك حين نغوص في أعماق الذكريات لنكتب من وحيها الحكايات، كلمات وكلمات لا نملك أن نخفي عند سردها العبرات، هنالك كانوا وكنا وكانت الحياة. رانيا أبو عليان. تبدأ الحكاية وأنا في سنوات الدراسة الابتدائية، فأبدأ فيها فأقول حكايتي، وتفتح الباب عند استيقاظها حالا لتطل بعينيها الواسعتين على حديقة منزلها الكبيرة التي تتخللها أشعة شمس الصباح الساحرة، وتعزف فيها الطيور سيمفونية ربانية لم يتدخل بشر في إعدادها وتنسيق وتوزيع أنغامها. هنا في بيت العائلة، أرض البدايات والحكايات وقصص الألف ألف جمعة وموقف وضحكة وقصة، ومن كمثلها حين يتعلق الأمر بالعائلة وحبها. قطع تأملها لتلك الحديقة صوت والدتها المنادي لها لارتداء مريول المدرسة الأزرق الزاهي، ولتصفف لها شعرها بتلك الشرائط البيضاء التي كانت الأمهات تتباهى بإتقانهن لتسريح شعر بناتهن بها في ذلك الوقت، لتقف في صف بنات العائلة الأربعة منتظرة دورها في حفل التصفيف اليومي. ولم تنسى قبل خروجها المرور على جدتها صاحبة الدعوات والبركات لتحضنها وتعطيها من طاقة الحب والسلام وعبق الإيمان الندي الذي يعطي للصباح الجلال والجمال. وهناك في الطريق للمدرسة كانت تراجع في ذهنها ودفاترها واجبات المدرسة، فبالرغم من حداثة سنها إلا أنها كانت تعلم جيدا أنها إن لم تكن أولى صفها فهي حتما الأخيرة، طفلة في الصف الخامس وتحفظ بيت شعر وتردده دائما: نحن قوم لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. وما أن وصلت لباب المدرسة حتى سمعت صوت مسؤولة الإذاعة تناديها: الطالبة رانيا أبو عليان تتوجه للإذاعة. نعم، فقد كانت مقدمة الإذاعة المدرسية المعروفة بقدرتها على التقديم ارتجالا بدون قراءة أو تحضير مسبق. لا زالت بالبال تلك اللحظات وحصص اللغة العربية خصوصا، واندهاش المعلمة من براعة رانيا بكتابة مواضيع التعبير وكيف تكتب بحذاقة كاتب بعمر فيه الأطفال لا يكادون يجيدون الكتابة الصحيحة لبعض الحروف. كانت الأيام تمضي وهاجس تلك الفتاة التفوق والتميز وأن تبقى الأولى في كل شيء دائما. طبعا هي حكاية طويلة تبدأ منذ أن كنت في الصف الخامس الابتدائي وتستمر أحداثها للآن. للراغبين بمعرفة تتمة الحكاية وقراءة باقي الكتاب التواصل معي أو البحث عنه على شبكة التواصل الاجتماعي. كانت معكم الأديبة رانيا أبو عليان، شكرا لكم.
الخط العربي هذا من الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة جميلة أيضا في حلقة هذا اليوم. أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم. استكمالا لموضوعنا السابق في الخط الديواني، أحببت أن أكتب عبارات يومية نستخدمها اللي هي عبارات التبريك مثلا أو عبارات المناسبات السعيدة. إن شاء الله يجعل أوقاتكم وأيامكم كلها سعيدة. نختار مجموعة من العبارات، 4 عبارات مثلا، ونكتبها بالخط الديواني ونشوف كيف رح يطلع شكلها معنا، وممكن نستفيد منها لاحقا يعني، أو ممكن نقلدها أو ممكن نستفيد منها بأي شكل من الأشكال. من العبارات المعروفة أو الجميلة أو المتكررة هي كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله النتيجة راح تطلع معنا. كل عام وأنتم بخير. مثلا نختار عبارة ثانية، نغير لون القلم مثلا اللون الأحمر، مثلا عيدكم مبارك. من العبارات اللي نستخدمها كذلك اللي هي لطلابنا الأعزاء اللي هي التخرج مثلا، مبروك التخرج أو مبارك التخرج. نشوف مبروك. برضو من العبارات كذلك اللي هي رمضان كريم. نرجع للون آخر، اللون الأصلي الأسود. رمضان كريم. لكن أشير هنا إلى ملاحظة بسيطة اللي هو تكررت معي حرف الميم. هذا الحرف الميم طبعا يمكن كتابته بشكل آخر، يعني مثلا الياء مع الميم، بس للتوضيح يعني يكتب بهذا الشكل. طبعا هذا في المدرسة العثمانية تم تصحيحه في المدرسة البغدادية، أصبح يكتب بهذا الشكل حتى يكون هناك سهولة للقراءة وتمييزه عن باقي الأحرف، أو حتى لا يقرأ حاء مثلا. نكون هيك إن شاء الله كتبنا 4 عبارات. نرجو أنها تكون أعجبتكم وتكون إن شاء الله أيامنا كلها سعيدة وكلها مباركات ومن نجاح لنجاح.
ونلتقي إن شاء الله بكم في حلقة أو في فقرة مقبلة، وأسعد الله أوقاتكم. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ سمير، يا أهلا ضيفا فيك على فضاءات وعلى رافدين. يا أهلا فيك، أهلا وسهلا، حياك الله. فرصة طيبة أن نتجول معك في فضاء الفن التشكيلي. حضرتك تعمل كمعلم في التصوير والتقنيات في محترف غاليري إطلالة الوعب للفنون التشكيلية. صحيح. يعني بدي أن أسأل، هل من الضرورة أن يكون الفنان التشكيلي المحترف ذا خبرة في التصوير، تصوير فوتوغرافي أقصد؟ تقنيات التصوير هي ليست التصوير الفوتوغرافي. نعم، هي التصوير من خلال الرسم. التصوير المشهدي يطلق على رسم المشاهد. عندما يتحدث الفنان التشكيلي عن التصوير لا يعني التصوير الكاميرا، لا يعني التصوير الفوتوغرافي، يعني التصوير من خلال اللوحة. نعم، لأن اللوحة هي صورة، هي صورة بصرية. نعم، فهذا هو التصوير اللي احنا بنعني عنه كفنانين. طيب لماذا لا تقول رسم؟ الرسم له أوجه عدة. نعم، يعني هو في الأساس رسم، له أوجه عدة طبعا. نعم، الرسم له أوجه عدة. نعم، يبدأ بتصوير المشهدية. نعم، اللي بيشاهدها الشخص في خلال اليوم. نعم، يعني كالتوثيق. مثل ما احنا بنشاهد العديد من الصور واللوحات، هي توثيق لصورة. نعم، ويخرج من إطار هذه الصورة باتجاه الفنون الحداثية. يعني دائما يتبادر إلى ذهن المتلقي عندما يسمع كلمة صورة تصوير، دائما يذهب إلى الكاميرا، يذهب صحيح إلى الفوتوغراف، يذهب صحيح إلى الفيديو. صحيح. يعني هذا أنا قصدي، لذلك أنا ذهبت إلى موضوع الكاميرا، موضوع الصورة التي تلتقط بالكاميرات. وجميل أيضا، يعني أبقى في حدود سؤالي. يعني بعض الفنانين التشكيليين يتحدث، يعني الآن قبل أن ندخل في التصوير حضرتك كنت تتحدث مع مصورينا عن عن الضوء الصحراوي، وعن وكما قلت تستخدمون الإنارة التي تشابه النهار. هذه الإنارة دائما ربما لا يحتاجها الفنان التشكيلي بالضرورة أن تكون إنارة، ممكن أي إنارة، هو يعني لا تدخل في إطار الضرورة بالنسبة لرسم اللوحة، ممكن نسمها في إنارة طبيعية أو في الفضاء العام. حديثك عن الإنارة أيضا تأخذني إلى سؤال، أنك يبدو أنك ملم أيضا في موضوع التصوير الفوتوغرافي. صحيح، هو الكاميرا نعم بتشد أي رسام من حيث التوثيق. يعني مرات في عندك أماكن أنت ما بتقدر تبقى فيها فترات طويلة، نعم، فبتصورها. هيك كانت البداية، وكنا نروح على بيوتنا ونرسم، وهذا أيام كنا طلاب. نعم، فكانت الكاميرا يعني هي حلم، وهي أداة سهلت علينا أشياء كثير. ترى موضوع الإضاءة هو الاهتمام فيه كمعلم للرسم. نعم، لأنه داخل المرسم الضوء والظل هو جزء رئيسي من الأشياء اللي بنعلمها للطلاب، فبنكون مهتمين بدرجة الإنارة وإنه الإضاءة تكون مشابهة لإضاءة النهار. نعم، يعني الإضاءة في صلب اللوحة، أم تقصد الإنارة التي يحتاجها الإنسان للرؤية؟ لا، هي الإنارة نعم في صلب الرسم نعم وفي صلب اللوحة. الآن للعلم حتى اللوحات التجريدية هي تحتوي إنارة وظل، نعم، وتحتوي العتمة والضوء. بالنسبة للطلاب غالبا داخل المراسم احنا بندرس الطلاب نعم من خلال الطبيعة الصامتة والتمييز وتمييز الخامات نعم الموجودة، طبعا بالإضافة إلى التكوين ومزج الألوان وإلى آخره. نعم، بما يخص الإضاءة، الزاوية اللي بتتم الإضاءة منها هي التي تعلمهم كيف يرسمون الظل. نعم، كيف ممكن يتلاعبوا بالأشياء.
من خلال تكوينات، يعني نفس التكوين من خلال تحويله لتكوينات مختلفة. إذا أنت قصدت الآن الإنارة أو في الإضاءة قصدك ما تدخل في صلب اللوحة، في صلب الرسم. نعم جميل. الأديب والفنان يعني المنصهر في هوية أمته وانتمائه لها كالمقاتل في المعركة، يعني له سلاحه الخاص في التعبير عن الموقف والدفاع عن هوية أمته وقيمها النبيلة. أنت الآن وكلنا نشهد الآن معركة ظالمة، حرب ظالمة يشنها الكيان الصهيوني على أهلنا في فلسطين عامة وعلى أهل غزة خاصة. وكما قلت أنا الأديب الشاعر الفنان التشكيلي المنصهر في انتمائه في أمته هو كالمقاتل، لكن له سلاحه الخاص. أنت الآن كفنان تشكيلي كيف تعاملت مع هذه الحرب العدوانية على تاريخ أمتنا المتجسد في الحرب على غزة؟ يعني من بداية الأيام الأولى للحرب قمنا بعدة نشاطات طبعا تفاعلية مع الأطفال ومع المجتمع المحلي. من خلال رسم لوحات جدارية تفاعلية وبالشراكة مع مجموعة من الهيئات والمؤسسات في حينا. بالمناسبة حينا هو يحتوي مجموعة ضخمة من المؤسسات الثقافية والهيئات. الآن إحنا وصلنا لمرحلة التعاون، وهذا بتخيل إنه كمان مهم بالنسبة للمثقفين. الحي تقصد حي السكن أم تقصد المكان اللي فيه الجاليري؟ هو نفس الحي. أنتم يعني تسكنون نفس الحي اللي هو جبل الويبدة. جبل الويبدة. نعم صحيح. جبل الويبدة جبل مميز فنيا وثقافيا. ومميز بأهله. قمنا بعدة فعاليات في الشركة، الإقبال كبير جدا. نتج عن هذه الفعاليات حتى مشاركة جاليات أجنبية وتصدير هذه الصور والحوارات اللي تمت أثناء رسم الجداريات لأصدقائهم في بلادهم. فبتخيل هذا جزء من هذا من عمل الفنان المقاوم. إذن هذه الرسالة نعم حضرتك أنه هذه الجدارية هي كانت تصف في دعم الجهد المسلح للمقاومة الفلسطينية، و جيد أنك تقول أن هناك جاليات أجنبية شاركت معكم، شاركت في اقتناء اللوحات المعبر عن رفض العدوان أم أنهم شاركوا في الرسم؟ شاركوا بالرسم وشاركوا بتجهيز المكان. نعم. يعني وكانت مشاركة عفوية، يعني لم يتم دعوة أحد. هذا أقيمت الفعاليات في الشارع بالتعاون مع عدة مؤسسات في الويب. يعني هم كانوا عمر يعني ضمن المارة. هم مارة. نعم صحيح، هم مارة، وهم يعني اللي أخذوا على عاتقهم تبليغ بعضهم البعض. نعم. من سكان الحي ومن الجاليات الأجنبية. ويعني بتخيل وصلت الرسالة من خلالهم، لأنه مجموعة الجاليات الأجنبية الساكنة في الويبدة نعم هم أشخاص مؤثرين، إما بيعملوا بمنظمات إنسانية أو بعثات دبلوماسية أو هم فنانين. جميل. يعني والحديث عن جبل الويبدة وهذه المنطقة التي صارت حج أو ملتقى للفن والأدب حقيقة، حضرتك عضو اللجنة العليا في مهرجان الويبدة. قبل أن أعرف منك ما هو مهرجان الويبدة، لطالما يعني راودني سؤال، لماذا صار هذا الحي وهو جبل الويبدة حاضنة لملتقيات الفن والأدب والمقاهي الثقافية أكثر من باقي أحياء عمان؟ يعني حتى أن هناك جمعية الآن تسمى جمعية أصدقاء الويبدة. صحيح. يعني ما السر في هذا الحي؟ هذا الحي من أقدم أحياء عمان. نعم. خلينا نحكي الصيغ المعمارية لهذا الحي، هي صيغ معمارية مميزة. نعم. اشتهر الحي بالياسمين، الياسمين الدمشقي. ويبدو انه من بدايات القرن الماضي او من الفتره بوسط القرن الماضي نشات هذا الحي، تكونت فيه جمعيات بسبب وجود مثقفين. نعم. موجودين في هذا الحي من سكانه. الان فيما بعد صار هذا الحي مركز لجمعيات فنيه وجمعيات ثقافيه مختلفه. نعم. هذه الجمعيات يعني عملت كنقطه جذب
للفنانين والمثقفين، علما بأن الحي يحتوي نقابة الفنانين الأردنيين، رابطة التشكيليين الأردنيين، حتى رابطة الكتاب أيضا. رابطة الكتاب صحيح. نعم. يعني كانت في الشميساني ثم انتقلت إلى هذا الحي من سنين طويلة وخرجت وعادت الآن الرابطة لهذا المكان. صحيح. وهناك منتديات نشهد يعني حركة تفاعلية كبيرة وانتشار واسع. إنه نمر في شارع قبل أيام مثلا فيه مقهى أدبي، الآن تجد الشارع يعني لا تجد فيه بيت أو مكان إقامة للسكن، في الغالب تحول إلى مؤسسة ثقافية أو فنية أو منتدى أدبي. صحيح. هلا حي الوابدة شأنه كشأن باقي أحياء عمان القديمة. نعم. أهل الحي لما نشأ الحي كانوا من أغنياء عمان اللي خرجوا من وسط البلد باتجاه السفوح. الآن كهجرة طبيعية هجروا للمناطق الأحدث. نعم. وللبناء الأحدث. جمعية أصدقاء الوابدة من الجمعيات التي أهم أهدافها المحافظة على التراث. نعم. المعماري داخل الحي. كثير مهم أنه هذه البيوت تحولت لمراكز جذب ثقافي. جميل. من أسس هذه الجمعية؟ لمن كانت هذه الفكرة؟ هي مجموعة من المثقفين ومجموعة. نعم. من الفنانين وسكان الحي. نعم. يعني فقط يعني اسم أم هناك مقر لهذه هذه الجمعية؟ هذه الجمعية الآن بدون مقر في. نعم. هذه الفترة. يعني فيها الفنان التشكيلي، فيها الأديب، فيها المفكر، فيها. صحيح. نعم. صحيح. يعني هدف هذه الجمعية الحفاظ على البناء، على هوية الحي. نعم. وعلى الهوية المعمارية للحي، على الهوية الإنسانية والمعمارية للحي. نعم. جميل. إذن الآن أسألك عن يعني أنت الآن عضو اللجنة العليا في مهرجان الويبدة. مهرجان الويبدة طبعا عندما نسمع مهرجان أحيانا المهرجان يأخذ يعني عناوين شاملة، أدب، فن تشكيلي، أي هذه الفنون الإنسانية أو الإبداعات الإنسانية. فودي أن نطلع على ما هو مهرجان الويبدة. مهرجان الويبدة عبارة عن فكرة. نعم. فقط بلورة هذه الفكرة كانت فكرة ثورية، لأنه هو أول مهرجان. نعم. تم ما بعد جائحة الكورونا. أو حتى في نهاياتها. نعم. كان المهرجان في الهواء الطلق، وهذا المهرجان احتوى عدة فعاليات. نعم. من ضمنها الرسم بالشارع وجلسات شعرية. نعم. وقصة قصيرة. فكرة تبلورت بيننا كأصدقاء ونتج عن هذا المهرجان بنسخة الأولى. الآن النسخة الثانية تبلورت يعني بشكل مختلف تماما. نعم. أقيم المهرجان أم سيقام النسخة الثانية؟ للأسف. نعم. صار في أحداث غزة. نعم. وكانت هذه الأحداث هي خلينا نحكي الدافع إن نأجل المهرجان لأجل غير مسمى. نعم. يعني هناك ما هو أهم. صحيح. أو هناك نشاط مطلوب الآن أهم. النسخة الأولى أين أقيمت؟ أقيمت في عموم جبل الويبدة وفي. نعم. جاليري إطلالة الويبدة في موقع القديم. ما الفعاليات التي أقيمت في هذا المهرجان؟ رسم بالشارع. نعم. معرض للوحات اللي تم رسمها. نعم. تم توثيق المكان. نعم. كجبل الويبدة. قصة قصيرة ومجموعة من خلينا نحكي الحوارات. يعني تناول جانب الأدب، يعني فعاليات أدبية طبعاً. بالمهرجان. نعم. وكان في شركاء يعني في العملية مع جاليري إطلالة الويبدة، كان في جهات ثقافية. نعم. أخرى يعني لا أستذكرها الآن. وكم استمر هذا المهرجان؟ استمر لبضع أيام، بحدود الست أيام. في أي سنة فترة أقيم؟ فترة طويلة بالضبط. أنا قلت أنت بعد كورونا في نفس السنة يعني نفسها؟ يعني في نفس الفترة 2021. نعم. نعم. ومتى ستقيم النسخة الثانية؟ هي كان من المفروض أنها تقام قبل شهرين. نعم. لكن بسبب الأحداث الآن مؤجل زي ما حكيت لحضرتك. الآن بإمكان أنه يقام المهرجان و يعني تصب كل فعالياته تجاه دعم المقاومة المسلحة الفلسطينية. صحيح. لكن إذا ما الذي يمنع من ذلك؟ إذا أخذنا فكرة مهرجان الويبدة هو. نعم. مهرجان ثقافي فني. نعم. وهذا المهرجان كان فيه له أهداف. نعم. أهداف واضحة. من ضمنها
تسويق جبل الوابدة. نعم. فنيا وثقافيا خلينا نحكي صقل النشاطات اللي بتتم في. نعم. هذا الجبل. فبتخيل يعني فكرة المهرجان مختلفة تماما. نعم. عن أي فعالية إلها علاقة في الحرب على غزة. يعني لا أجد ما يمنع، لكن مع ذلك يعني تبقى يعني الفكرة لديكم أنه يعني ربما أنه لا أدري. تقول المحافظة على طابع المنطقة الحي. صحيح. يعني هو ممكن النشاط هذا يقام في أي حي أي مكان أو أي معرض أي ساحة يعني يعني من أي جانب ممكن أن يحافظ هذا المهرجان على طبيعة البيئة أو المنطقة أو المكان. الآن أولا بالتوثيق. نعم. والتوثيق حالة مهمة. يمكن من جهة أخرى في تعزيز الطابع الفني والثقافي. نعم. لهذا المكان. لجذب الأنظار باتجاه هذا المكان. ولتطوير المكان جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية. جذب الأنظار للحي أم للجاليري؟ للحي طبعا. نعم. مهرجان الوابدة. نعم. هو مهرجان للحي وللمؤسسات اللي في الحي. الآن احنا في الحي. نعم. بنحاول ان نعمل اشي مختلف شوي، عم بنحاول نعزز الوحدة والاتحاد بين جميع الهيئات الثقافية والفكرية. جميل. سنتحدث عن سنكمل حديثنا عن مهرجان الوابدة بعد الفاصل. معذرة استاذ سمير، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي. كنا نتحدث عن مهرجان الوابدة، وحضرتك قلت قبل الفاصل أنه هناك نية توحيد المؤسسات الثقافية في الوابدة أو التوحيد الجهود. بدي يعني نفهم كيف الآلية، آلية التوحيد. يعني أول شيء من خلال قنوات اتصال بين هذه المؤسسات. نعم. هذا هدف نسعى إليه. ومن جهة أخرى خلينا نحكي برمجة الفعاليات. نعم. التي تقيمها هذه المؤسسات. بحيث أنه ما يصير تعارض بين هذه المؤسسات. نعم. يمكن إحنا في المرحلة الأولى اللي هي خلق قنوات اتصال. يعني التعارض في التوقيتات أم في نوع النشاط الذي يقدم في هذه المؤسسات؟ لا، التوقيتات. نعم. من ناحية نعم. ومن ناحية أخرى أن نطلع بفعاليات لها علاقة بالجهد الجماعي. يعني من عدة مؤسسات، وتم هذا الفعل. أي المؤسسات التي تعاونت معكم ثقافية في الويب؟ هي تعاونت مؤسسات ثقافية ومؤسسات تجارية وسكان محليين. نعم. جمعية أصدقاء الويب من أبرز المتعاونين. رابطة الفنانين التشكيليين تعاونت. نعم. وزارة الثقافة تعاونت. مجموعة مدارس في الحي تعاونت. يعني هي مجموعة ضخمة، أكثر من 13 مؤسسة. حضرتك، أنا تحدثنا في بداية حوارنا عن موضوع التصوير الفوتوغرافي وعلاقة التصوير مع باللوحة والرسم، وسألتك أيضا هل من الضروري أن يكون الفنان التشكيلي له خبرة بالموضوع التصوير. الآن يعني سؤال يعني لا يخرج عن هذا الإطار، عند حضرتك عضو لجان تحكيم في العديد من المسابقات في الفنون البصرية. سؤالي، هذه المسابقات تقتصر فقط على الفن التشكيلي فقط، أم أنها تشمل التصوير الفوتوغرافي أيضا، باعتبار هو يعني ممكن أن يعني هو معروف أنه هو مهنة وحرفة، ولكن ممكن أن عندما يكون المصور يمتلك يعني موهبة، يمتلك احترافية عالية، ممكن أن يتحول هذه المهنة إلى فن. هل يدخل هذا النوع من الإبداع الإنساني ضمن معايير المسابقات؟ هو صحيح، بس بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي أنا لست عضوا في. نعم. أي هيئة تحكيم. يقتصر عضويتي على هيئات التحكيم بالنسبة للفن التشكيلي. نعم. وبالنسبة للنشاطات الإنسانية اللي بتتم داخل الحي ومناطق أخرى.
يعني احنا بنعمل مسابقات لها علاقه بالانجاز داخل الحي، نعم، او داخل الاحياء المختلفه، وبتم تكريم الاطفال او تكريم الشباب اللي بيقوم في هاي الانجازات. هاي بالنسبه للجانب الاخر غير الفن التشكيلي. نعم. طيب ما المعايير التي تعتمد في التقييم؟ هلا في معايير، نعم، عديده، يعني هذا في لها مجال واسع، يعني لها علاقه في اللوحه كموضوع وكتكنيك، نعم، وكشكل عام. علمت ان لديك مشروعا تربويا يعني يهدف الى تعزيز القيم الاخلاقيه لدى الشباب والفتيان، وتقيم ورشا لذلك. طبعا معروف الفن التشكيلي، طبعا يعني يتحدث عن اللون، الصورة، يعني لكن تعزيز القيم التربوية والقيم النبيلة للأمة، بدي أن كيف أنك تستخدم آلية الفن التشكيلي في تتخذ هذا الجانب، جانب الفن التشكيلي كمنهج تربوي، كيف ممكن أن توجه الشباب والفتيان توجيه تربوي؟ معروف أنه ممكن أنك حضرتك تقوم تعلم الأجيال، تعلم الفتيان الشباب يعني كيفية الرسم، كيفية الفنون التي تدخل ضمن الفن التشكيلي، تعزيز الموهبة، لكن أن تدخل في موضوع السلوك التربوي، هنا سؤالي، كيف ممكن أن يدخل الفن التشكيلي في توجيه السلوك التربوي للشباب والفتيان؟ على منذ الصغر، نعم، ونحن نتأثر بالرسومات داخل القصص، نعم، وحظنا كان كثير رائع أنه كانت القصص أيامنا تحمل مضامين أخلاقية وتربوية، نعم. فالفن التشكيلي ليس بعيد، نعم، عن الأخلاق السامية. إحنا اللي بنقوم فيه كالآتي، الآن بنقوم بتدريس الرسم، نعم، من خلال هذه الدروس مجموعة الأطفال أو الشباب الناشئ بيحسوا حالهم إنهم هم ينجزوا، نعم، هذه بتعمل فاصل بينهم وبين المؤثرات الخارجية اللي بتكون موجودة عليهم كنوع من أنواع التفريغ الداخلي لهذه الطاقات الهائلة الموجودة جواتهم. الآن بعد هذه الاستراحة من هذا العالم الإلكتروني والرقمي اللي موجود جواتهم، وإعادة استعمال أيديهم، نعم، بالرسم والإبحار في الألوان، وإذا بتحضر هذه الأشياء بطريقة، نعم، واقعية، بتشوف قديش هم مبسوطين وقديش هم بيحاولوا يخرجوا بمخرجات جديدة ويتعلموا حرفية جديدة، غيروا ملامس إيديهم، نعم، غيروا الفضاء التي تنظر إليه عيناهم، حاولوا توثيق مشاهد بصرية تحدث في اليوم إذا كان هذا الرسم من نوع الرسم الحر، في مرحلة يعني ثانية بيكون هيك هو. الآن المرحلة التي تليها مرحلة حوارية، نعم، بعد ما أنت صار في بينك وبين هذول الأولاد علاقة كعلاقة الأب أو الأخ الأكبر مع الأبناء، بتصير الحوارية أسهل وأكثر ثقة، نعم، بنحكي بمضامين دائما بنلتقطها من حدث بيصير أثناء هذه الدورات، وبيصير هذا المضمون اللي بنحكي فيه بتحول لمفهوم جديد، نعم، مع ضد بحالات كثير بنشهدها، يعني بنعالج أمور إلها علاقة مثلا بالتنمر، إلها علاقة في الغيبة، في النميمة وآثارها، استنادا طبعا للكلمة الإلهية، واستناد للموروث العقائدي، نعم، اللي موجود بين إيدينا. فإحنا بنحاول إن نعيد صياغة أو تعزيز القيم الأخلاقية لهؤلاء الأولاد والبنات من خلال هذه الحواريات. الآن بنتقل الموضوع لموضوع أكثر فيه أحداث، نعم، إنه النقاش اللي بيتم والحوارية هاي تتحول لسكتشات، إما سكتشات رسم، وفي آخر مرحلة صار في تطور إنه صار في سكتشات مسرحية، نعم، ورسم بنفس الوقت، فكل مجموعة بتطلع بمخرج فني بتعزز هذه العملية، كيف هم شافوها بطريقة صحيحة، وكيف بدهم يعبروا عن هاي الحالة السلوكية اللي عم بتصير. صدقا احنا بنحاول نرجع مفاهيم مثل الصدق والأمانة، مثل الكرم، نعم، اللي موجود في مجتمعنا أصلا، ولكن يرتقي إلى مستوى الإيثار، نعم. هؤلاء الفتيان والشباب يعني أنتم يتم التنسيق
مباشرة من خلالهم، من خلال عوائلهم، من خلال مدارس، من خلال مؤسسات، أم هم يأتون إليكم من خلال إعلانات؟ يعني كيف يتم التنسيق معهم؟ هلا إحنا في الحي إحنا عبارة عن عائلة كبيرة. نعم. الآن في عدة أماكن في الحي بتستقطب العائلات وبتشتغل مع هاي العائلات. نعم. في مواضيع تربوية تخص أبنائها. هذه الأماكن هي بتشكل فضاءات آمنة لهذول الأولاد. نعم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أولاد الحي اللي موجودين في الشارع واللي بتجمعوا في مناطق محددة أصلا، وهذول كلهم يعني معروفين لنا وإحنا معروفين لهم، فإحنا بنتعامل بيننا وبين الأهالي من ناحية. نعم. وبيننا وبين الأولاد من ناحية أخرى. منذ متى هذا المشروع انبثق؟ يعني هذا المشروع بالنسبة إلي أنا انبثق من سنتين، ما بعد مهرجان الويبدة. نعم. وما بعد وجودنا بالشارع مع الأولاد ومع شباب الويبدة وزيادة القاعدة اللي بنعرفها من هذول الشباب. نعم. في جهات عم تشتغل على هذا المشروع من 5 سنوات و6 سنوات، بس بنطاق ضيق له علاقة مثلا تعليم القراءة، بتعليم الكتابة، تعزيز القدرات، خلينا نحكي الدراسة عند الأولاد. نعم جميل. سؤال آخر حقيقة يعني لا يخرج عن فضاء وإطار هذا الموضوع، هو تعزيز القيم الإنسانية والسلوك القويم. يعني حضرتك شاركت في ورش، عديد من ورش الإنسانية في مجال حماية الأسرة والطفل، يعني كيف ممكن نفهم للفن التشكيلي أن يقوم بحماية الأسرة والطفل؟ صحيح، هو الموضوع مفاهيم حماية الأسرة. حماية الأسرة يمكن من المصطلحات اللي إحنا بتأرقنا كآباء. نعم. لأنه فيها مفاهيم نتفق معها ومفاهيم نختلف معها. حماية الأسرة من خلال حماية الأطفال. نعم. ومن ما يوجه إليهم من معلومات مغلوطة من خلال السوشيال ميديا. نعم. حماية الأطفال من أنفسهم، بحيث أنه إحنا نوجه طاقاتهم باتجاهات إيجابية بعيدا عن السلبية اللي قاعد يروج إلها من خلال السوشيال. يعني من خلال رسوم أم من خلال حوار فقط؟ من خلال رسوم وحوار، وينتج عنه خدمة مجتمع. نعم. يعني في أشياء كثير إحنا عم نشتغلها في الشارع، تنظيف الأدراج، رسم الأدراج. يعني ممكن ناس كثير كانوا يمروا من جنبنا يحكوا هذا شغل أمانة عمان مثلا. نعم. على سبيل المثال حتى هذول الأشخاص كان يتم الحوار معهم إنه أنت كساكن بالحي. نعم. المفروض انك تشتغل جنبا الى جنب مع الجهات الموجوده، الجهات الحكوميه. نعم. ان كان من النواحي التربويه او من النواحي اللي لها علاقه في صيانه الحي واعاده تاهيل الممتلكات. نعم. من جانب اخر بتحس قديش الاولاد بصير في عندهم شعور بالملكيه اتجاه الاشياء اللي جوا الحي، من جدران، من ادراج. هل هناك فئه عمريه معينه يعني تتوجهون لها؟ مفتوح يعني هو مفتوح، ولكن احنا بنركز على الفئة العمرية من 11 ل 15، لانه هذه الفئة بتحتوي شباب صغار. نعم. بحاجة لحد يسمعهم. هذا الوقت اللي بتتبلور فيه الشخصية، وهذا الوقت اللي بتقدر انت تستغل طاقات هذول الاولاد والشباب الصغار باتجاهات ايجابية، وقدراتهم. نعم. كثير رائعة. وبحضور أولياء الأمور أم ليس بالضرورة؟ ليس بالضرورة، ولكن إحنا على اتصال مع كل أولياء الأمور من خلال ملتقيات تربوية. يعني إحنا حتى في عنا ملتقيات عم بتتم داخل الحي كحي. نعم. بتجمع جزء كبير من أهالي الحي، بنناقش المشاكل التربوية والتحديات التي تواجه الحي. نعم جميل. دائما نحضر معارض فن تشكيلي، يعني أحيانا تبهرنا الفكرة، فكرة اللوحة، الموقف للفنان، وأحيانا تبهرنا الألوان. بعض نسمع من بعض رواد المعارض الفن التشكيلي، الناس العامة ليس المختصين، يقول لك والله هذا الفنان مجرد أنه مازج ألوان فقط وخلطة ألوان. حتى بعضهم من باب التندر والسخرية يقول أنا بإمكاني أنه أخلط ألوانه إذا هكذا أصبح فنان تشكيلي. بدي أن أتحدث حقيقة عن توظيف الألوان لدى الفنان. يعني هل هناك نظرية معينة في استخدام الألوان؟ حضرتك تحدثت في البداية عن الـ عن الـ عن الإنارة في اللوحة. توظيف الألوان
هل للفنان مطلق الحرية في أنه يستخدم كل ألوان أم هناك نظرية معينة في يعني مزج الألوان أو توظيف الألوان أو يعني للتعبير عن فكرة ما تحتويها اللوحة؟ للفنان مطلق الحرية. نعم. لأنه إذا هذا الشخص كان فنان، نعم، هو بالأصل مر في مراحل عديدة من البحث، نعم، والمقارنات والتجليات حتى وصل أنه يكون فنان. وهو في البداية مصور، نعم، وفي البداية حرفي، نعم، البداية يستطيع أن يوظف النقطة والخط، يعني والمساحة. عدنا إلى موضوع التصوير. صحيح. نعم. لكن ليس التصوير تصوير الكاميرا. صحيح، ليس، نعم، تصوير الكاميرا. نعم. هذا الشخص اللي يجد نفسه في هذه المساحة اللي هي اللوحة، نعم، ويبحر فيها، قد تجد تجربة كاملة عبارة عن تجربة بحثية، بحثية بالألوان، نعم، وقد تجد تجربة كاملة تحاكي الوجوه، نعم، أو تحاكي مخلوقات معينة في خيال هذا الفنان. فتوظيف اللون هو جزء من عمل الفنان كما الخط والمساحة والظل والضوء. يعني أنا أحيانا حقيقة تصادفنا لوحات تبهرني الألوان حقيقة، يعني لا أرى فيها مثلا تجسيد لأشخاص أو كائنات أو أجسام، فقط ألوان، توزيع اللون الأزرق مع الأحمر مع الأصفر، فقط ألوان. طبعا لما تسأل الفنان التشكيلي يقول لك أنه هذه تعبر عن خيال مجنح، تعبر عن عمق في حب الحياة. لذلك أنا سألتك عن التوظيف الألوان. وبعض طبعا اللوحات أنت تشعر لا إراديا يصير عندك نوع من النفور أنه الألوان غير 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 متجانسة، فلذلك أنا سألتك عن توظيف الألوان. يعني أقول هناك فنان فقط وظف الألوان، لم تكن هناك لا شخوص ولا أجساد ولا أجسام فيها. الآن الفنان التشكيلي، نعم، هو مبدع بصري. يعني بتخيلش في فنان بيقدر يروي حكاية لوحة مثلا، لأنه إذا كان بليغ في هاي أو يمتلك هذه القدرة السردية، نعم، كان أبدع سرديا، نعم، هو يمتلك قدرة على السرد البصري، نعم، وليس على القصة أو هذا، نعم. فهو لما يحط مجموعة ألوان أو يلاقي حاله في هذه الألوان يكون يلعب ويحلق وهذا، أنت عم تحكي أنا بنبهر، نعم، هي كالموسيقى بتدخل بوزن وبتطلع بوزن، نعم، مو بالضرورة تكون في كلمات مصاحبة لهذه الموسيقى. نعم. جميل، شكرا لك الفنان التشكيلي الأردني سمير القيسي على هذا الحوار الممتع في فضاء الفن التشكيلي. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.